فليتفضل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخريج وتكريم خريجي الأكاديمية، وهم ممثلين عن خريجي الأكاديمية من مختلف البرامج. تفضل. طب الأول مبروك، وممكن نشيل الماسك عشان الصورة بس تبقى، دي صورة هتبقى تذكارية لكم يعني، فممكن نشيل الماسك دقيقتين. المعماري عمر سيف الله، خريج برنامج المبعوثين بالخارج، مدرس مساعد بهندسة القاهرة، والحاصل على منحة نيوتن مشرفة لنيل درجة الدكتوراه بجامعة UCL بلندن. الشيخ محمد السيد أبو هاشم، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الدعاء، إمام وخطيب ومدرس مسجد السيدة زينب، تميز بقوة عباراته وحسن أدائه ومرونته في التعامل مع زملائه أثناء فترة تدريبه بالبرنامج. طيار داليا علاء الدين خليفة، خريجة برنامج تدريب الطيارين الجدد بشركة مصر للطيران، تميزت بمهاراتها القيادية وأدائها المتميز خلال فترة تدريبها بالبرنامج. المحامي العام إيمان سمير القمري، خريجة برنامج تدريب السادة المحامين العموم بالنيابة العامة، محامي عام التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية، وأولى عضوات النيابة العامة. المهندس محمد أحمد الصرفي، خريج برنامج تدريب أعضاء المكتب الفني لسيد رئيس هيئة قناة السويس، وكيل قسم بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، وتميز بالعمل الجماعي وكونه عضو فعال في فريق العمل. المستشارة شهندة محمد كمال، خريجة برنامج تدريب السادة مستشاري هيئة قضايا الدولة دفعة 2014، تميزت بالحماس والتفاعل ونشر الروح الإيجابية خلال فترة تدريبها بالبرنامج. المستشار شنودة نسيم قلدس، خريج برنامج تدريب السادة معاوني النيابة الإدارية دفعة 2012، تميز بالالتزام والمهارات القيادية خلال فترة تدريبه بالبرنامج. المستشار بلال أحمد شمس الدين، خريج برنامج مجلس الدولة دفعة 2015، مندوب مساعد بمجلس الدولة، تميز بقدرته على اتخاذ القرارات وروح المبادرة والدافعية أثناء فترة تدريبه. الدكتورة سارة عبد الحميد عبد الجابر، خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، مدرس بقسم طب النانو بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كفر الشيخ، حاصلة على جائزة الكيمياء الخضراء لعلوم الحياة المقدمة من منظمة اليونسكو العالمية.